ست مواجهات في انطلاق الجولة التاسعة لدور الكرة الممتاز. ومنتخبنا الوطني يكثف تحضيراته قبل لقاء كوريا مساء الثلاثاء. ومصير المدرب أدفوكات هل يرتبط بنتيجة مباراة كوريا؟ محور الليلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا عبر الرابعة، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج صوت الملاعب. يوم غد تعود منافسات الدور العراقي الممتاز لكرة القدم، ست مواجهات كروية في الأسبوع التاسع. الطلبة سيلاقي النفط، الصناعة مع الشرطة، سامراء مع الميناء، الديوانية مع نفط الوسط، نفط ميسان مع الكرخ، أربيل مع نفط البصرة. طبعا هذه المباراة وهذا الدور التاسع يوم الاثنين والثلاثاء أيضا في نفس يعني يوم التصفيات، وبالتأكيد هذا شيء خاص بجهة المسابقات، لكنه مستغرب جدا. كل دوريات العالم توقف وتنظم بشكل أكثر، لكن الدور العراقي حين يتوقف أسبوع يتأخر ختامه شهر بس بالعراق. بالتالي يوم غد تنطلق هذه المباراة. أيضا هناك مباراة ستكون منقولة عبر قناة الرابعة الرياضية، وسيكون هذا الدور التاسع وآخر دور ستقوم القناة الرابعة بنقله للمشاهدين بسبب عدة أمور وعدة يعني قضايا أخرى سوف نعلن عنها من خلال بيان رسمي للمؤسسة. وبالتأكيد كنا نمني النفس بأن نستمر ببث المباراة بشكل أفضل، لكن يبدو بأن هناك عدة مشاكل، تعقيدات، يعني أمور ليس لنا بها دخل تماما، لأننا لا نملك الحقوق ولا نملك الإنتاج ولسنا طرف، لكن فقط حاولنا أن نوسع من دائرة البث. الأمور تبدو لا تسير بالطريقة التي نتمناها، بالتالي اتخذنا هذا القرار على مضض، ونتمنى مستقبلا أن تتحسن الأمور على مستوى تسويق الدور العراقي، على مستوى إعادة النظر في استراتيجية تسويق الدوري العراقي. ما قبل كورونا ليس هو نفسه ما بعد كورونا، يعني تفاصيل أخرى لا أريد أن أدخل بها، لكن بالتأكيد الموضوع المؤكد بأنه هذه المباراة ستكون آخر المباريات التي سوف تنقل عبر الرابعة، وهناك إن شاء الله سيكون تعويض للمشاهدين في دوريات أخرى إن شاء الله سوف نعلن عنها، كما حدث مع كثير من القضايا التي تخص الآسيوية أو حتى دور السويدي وربما دوريات أخرى لم يكن متاحا لمتابعينا العراقيين مشاهدتها، سيمكنكم مشاهدتها عبر قناة الرابعة وتطبيقاتها. ومن ضمنها طبعا أكيد تصفيات كأس العالم الآسيوية، هذه التصفيات المهمة التي سوف تعود مرة أخرى يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء سوف يكون يوم كبير لكثير من المنتخبات، ومن ضمنها منتخبنا الوطني الذي واصل استعداداته في قطر لملاقات كوريا الجنوبية. ملعب حمد الكبير، ملعب النادي العربي، واستضاف الوحدة التدريبية مساء اليوم لمنتخبنا الوطني. أدفوكات تحدث مع اللاعبين عن مباراة سوريا. الوحدة التدريبية شهدت وجود أمير العمار الذي لا يمكن له اللعب في مباراة كوريا بسبب تراكم البطاقات الصفراء، لكنه تواجد بالتدريبات من أجل زيادة الانسجام، وهو أيضا على المستوى الشخصي فضل البقاء لدعم بقية اللاعبين، كون مباراة كوريا الجنوبية مباراة مهمة. أيضا علي فائز تمرن بشكل منفرد، هو عانى من صعوبة، من وعكة صحية، لم يشترك في مباراة سوريا التي للأسف انتهت بالتعادل. تدرب على انفراد في سبيل تحضيره لمباراة كوريا، هل سيكون حاضر أم لا؟ هذه الأمور تبقى بيد الكادر التدريبي والكادر الطبي أولا يحدد مصير مشاركة علي فائز من غير هذا الفيديو. هذا اليوم تمرين منتخبنا لهذا اليوم، مباراة تعتبر مصيرية جدا جدا للمنتخب الوطني، وبالتالي نلاحظ يعني الانسجام، نلاحظ ما بين اللاعبين، هذه الروح التي نتمنى أن تتعزز من خلال النتائج
على أرض الملعب، ومن خلال أهدافه من خلال تحقيق أول فوز سيكون فوز تاريخي للعراق على كوريا الجنوبية. ما أعرف هاي اللعبة شنو، واحد يضرب علبات الثاني على شنو ما أدري. المهم هي هاي اللعبة اللي يشوفوها مناسبة اللاعبين بيناتهم، جوز اللي يغلط بالطوبة. هذا بالنسبة لمنتخبنا الوطني وتدريبات المنتخب الوطني بالدوحة. كما ذكرت هذه التدريبات تدريبات هي مساء اليوم كانت. كابتن راضي شنيشل المدرب السابق للمنتخب الوطني اللاعب الدولي السابق قال بأن حظوظ المنتخب ضعيفة بالتأهل، وذكر بأنه لماذا نتأهل لكأس العالم أو نتمنى التأهل لكأس العالم ما دمنا لا نملك منتخب قوي يواجه الفرق القوية ولا زلنا لم نحقق الفوز في هذه التصفيات. وقال بأنه على الاتحاد العراقي فعلا إذا أراد أن يكون جاد أن يفكر بالمستقبل ويبني فريق للمستقبل. طبعا هذه المفردة دائما ما نسمح من الاتحادات السابقة، البناء للمستقبل، نخسر اليوم حتى نبني باكر، وبعدين باكر ما نبني نخسر باكر نقول عقب باكر نبني، وهكذا لم نستطع أن نبني بالفعل فرقا للمستقبل. كابتن راضي شنيشل قال بأنه يجب على الاتحاد فعلا أن يخطط لبناء فريق مستقبلي لكأس العالم القادمة لأنه الحظوظ ضعيفة جدا. طيب حوراء كريم كتبت تقريرا جميلة عن المنتخب الوطني، عن رحلة المنتخب الوطني، عن لقاء منتخبنا الوطني أمام كوريا الجنوبية. سنذهب إلى تقرير حوراء بعد ذلك، سأستقبل ضيوفي للحديث عن محور الليلة مصير أدفوكات، هل هو مرتبط بنتيجة مباراة منتخبنا مع كوريا الجنوبية؟ سأستضيف بعد التقرير مهدي كاظم، حيدر عبيد، عامر عبدي وهاب، لكن سنذهب أولا إلى تقرير حوراء كريم. المنتخب العراقي أو فاقد الفرح، ما لفوزه الأول لا يتحقق رغم إصراري عليه، العتاب بالكلام إن لم يجدي نفعا فربما الأيادي تفعل ذلك. رحلة بلغ الحزن فيها مبلغه حتى نسي فيها كيفية الاحتفال بالفرح. باتت المنتخبات ترى مستقبلها من مباراة أو اثنين، هل ستستمر أو تقف رهينة لما ستنتهي عليه اللقاءات في النهاية؟ في حين أن العراق أخذ يعقد آمالاً توزعت على 6 مباريات، في كل مرة ربما نتغلب في هذه. جولات ذهاب تمثلت ب5 مباريات لم ترفع فيها نتيجة انتصار للعراق. بدأت من سيئول حينما واجه الأسود كوريا الجنوبية، خطفوا تعادلاً ثميناً من وصيف المجموعة الحالي، إلى إيران المتصدر الذي تغلب على العراق بنتيجة ثقيلة لم يقدر حتى الجماهير استيعابها. بنيت آمال على مواجهة لبنان لعل النقاط 3 تكون من النصيب، الحلم منافياً للواقع، أردنا 3 نقاط فحظينا بنقطة. تعادل العراق مع لبنان سلباً. سعى العراق مرة رابعة للتعويض والمصالحة مع الجمهور، جاء إثر ذلك فوز متأخر على الإمارات قلب إلى تعادل في اللحظات الأخيرة. ضمد الجرح العميق من أجل مواجهة سوريا التي شهدت وجوهاً جديدة لم يسبق لها الولوج في صفوف المنتخب الأول، لكن التعادل هنا لم يكن عادلاً، كل ما ذكر مجموعه 4 نقاط في المركز الرابع. مقابل ذلك رحلة الوصيف في الذهاب لم تعرف الخسارة، تعادلت كوريا مع العراق وإيران وتغلبت على لبنان سوريا والإمارات، بلغ رصيدها 11 نقطة في المركز الثاني. الموهبة أميرة العماري يغيب هنا بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بينما شهدت التدريبات عودة أيمن حسين الذي أبعد عن المواجهة للسبب ذاته. يتم الاطمئنان على ثلاثي كوريا سون هيونغ، لي جاي وكيم مين على مشاركتهم في مباراة العراق لتعرضهم لإصابات بسيطة. الفوز في هذه المواجهة يعد فاصلاً للاثنين، كوريا لصدارة المجموعة وإن كانت مؤقتة، أما العراق فللبقاء على الأمل في إشغال المركز الثالث المسمى بالملحق. بعضهم قال أن الأداء حال بين العراق والفوز، أما بعد اللقاء الأخير فلم يكن للأداء ذنب، كان الحظ. حوراء كريم، الرابعة الرياضية. شكرا لحوراء على هذا التقرير الجميل، وبصراحة واحدة من المبدعات القادمات في مجال إعداد وكتابة التقارير. رحب
بضيوف الكابتن مهدي كاظم. مرحبا كابتن، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك استاذ طاهر. كابتن حيدر عبيد، ارحب بك في برنامج صوت الملاعب. اهلا وسهلا بك وبالاخ الكابتن مهدي كاظم وبجميع مشاهديك. اهلا وسهلا بك، ولاحقا ربما سينضم معنا الكابتن عامر عبد الوهاب موجود. مرحبا كابتن عامر. اهلا استاذ طاهر، اهلا وسهلا بك حبيبي، وتحيه للاخوان كابتن مهدي وكابتن حيدر. اهلا وسهلا جدا بشوفتكم. اخر لقطه بالتقرير الاخ المخرج لو نرجع بها، اخر لقطه كابتن مهدي ادفوكات حاط ايده على خده في لقطه، بهاي اللقطه وحدها تحتاج الى كتاب، الى تفسير، الى حلقات. هل وصل ادفوكات الى الياس مع اداء المنتخب، ام هو لم يستطع فعلا ان يدير هذا الموضوع؟ يعني اليوم القصه تتعلق بادفوكات وخيبه امله من اللاعبين، أمن أدفوكات ليس هو الرجل القادر على إدارة هذه المجموعة من اللاعبين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي إليك والإخوان كابتن حيدر وكابتن عامر. بالنسبة لموضوع المدرب، أصور يعني هاي توحي يعني عديد من الأمور. نعم. منها يعني وصل بين مرحلة بعد ما يقدم شيء للمنتخب، هو يعني حاسب نفسه، لأن مثل ما تعرف احنا تكلمنا كثير بهاي الامور، يعني وقته متاخر، نظرته للاعبين، استقرار اللاعبين ماكو، يعني الدليل 57 لاعب. كابتن صحيحنا جمله كانه ما حافظيها. اي يعني هو نعم. اجى من بعد التصفيات. نعم. الاوليه. نعم. وشهر. نعم. اخذ له ويا المنتخب. نعم. لعب هسه كم دور؟ 5 مباريات. نعم. مع المنتخب. نعم. راح يدخل المباراه الساسه. نعم. بعد شكت بعد يتعود على استاذ طه. المدرب يعني هاي مجيئه مال 3 ايام وضعه، يعني شوف 57 لاعب لحد الان ساحب للمنتخب، هاي ما صايره بكل منتخبات العالم. لذلك هو ورا انتهت المباراه من مباراه كوريا لمباراه سوريا 9 لاعبين غير. اي هاي اخر مباراه 11 لاعب جديد، وهاي ما صايره يعني لا بنادي لا بفريق، يعني ماكو هيك. فاذا هو فكره ما مستقر، والدليل كل مباراه عندنا 4 لاعبين 5 جدد. فهاي ما تصير بعلم التدريب، يعني اذا بالعلم بالتدريب بالدراسه ما في مشكله. يعني ادفوكات ما يفهم القصه، يعني هذا الموضوع غايب عن نظر ادفوكات؟ لا مو غايب، بس هو ما عنده وقت. يعني كنا متفقين مدرب على مستوى عالي زيه. هو والدليل يعني موضوعك ورا المباراة هو قدم استقالة، تصور حكى بالاستقالة هذا ورفضت من قبل المسؤولين، لأن هو مدرب صاحب خبرة كبيرة، يعني زين. أتصور وصل الحد بأن ما يقدر يسوي شيء. طيب كابتن حيدر، يعني لو عدنا وكنا واقعين ومنطقيين، مباراة سوريا يعني قدم منتخبنا أداء جيد، أسان أقول أداء جيد طبعا لك الرأي بالنتيجة، ضيعنا فرص، أي ضيعنا فرص، أهداف محققة، أي أهداف محققة. هسه المشكلة وين؟ عدم توفيق، ما عندنا لاعب حاسم، أم تنضم برأيك إلى رأي بعض المحللين ومنهم الكابتن مهدي بأن المشكلة بأدفوكات الغائب الذي يحضر قليلا ليشاهد اللاعبين؟ شوف بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما تعرف كابتن، كل مدرب عنده فد استراتيجية معينة. نعم. ومدرب بحجم أدفوكات أكيد عنده فد استراتيجية معينة، لكن احنا اللي نتمناه أنه بما أنه الفترة قصيرة، كنا نتمنى أنه من المدرب أنه يختصر لنا الزمن بحكم خبرته، بحكم إمكانيته التدريبية، ولذلك هذا ما شفناه يعني خلال فترة تقريبا صار أكثر. شلون يعني يختصر الزمن؟ ممكن يختصر الزمن بحكم خبرته، يعني مثلا ممكن يعني شكل الفريق داخل المباريات. نعم. تأثير عليهم من الناحية المعنوية، بهاي الأمور كنا نتمنى أنه هو مو مدرب عادي حتى ممكن أنه يعني يمشي أو يعمل بالطريقة التقليدية. أي بس كابتن، في مباراة سوريا ترى غير أشياء، الشوط الثاني اختلف الأداء، يعني قصدي وكأنما حاول. لا كنا متفقين على هذا، الفريق بالشوط الثاني كان شكله مختلف، هاي يعني من المسلمات، لكن احنا كنا نتمنى أنه شكل الفريق اللي بالشوط الثاني ويا منتخب سوريا، احنا نقول ليش مثلا ملعبنا بنفس هذا الاسلوب او نفس هذا بهاي الطريقه بالمباريات السابقه. الشيء الثاني، اللاعبين اللي تم استدعائهم بالبداية المعسكر في اسبانيا، اذا كانت لا توجد قناعه فنيه باللاعبين فليش بقينا عليهم؟ ليش ما استقطبنا اللاعبين اللي موجودين اللي نجحونا بالمباراه الاخيره؟ زين، اذا كانت اكو نيه لاستقدام اللاعبين المحترفين اللي خارج العراق، ليش ما حاولنا انه نستدعيهم من المباراه الاولى حتى يكون منتخب
في قمة جاهزيته. ممكن المدرب نقول ما شاف اللاعبين خلال فترة، لكن كنا نقدر أنه نحاول أنه نصلح الوضع يعني قبل تقريبا مباراتين أو ثلاثة. لكن اللي وصلنا له الآن وصلنا إلى مفترق طرق، إحنا ما عندنا غير مباراة كوريا اللي هي من المباريات. لا والمشكلة تلعب ضد كوريا، يعني مباراة الحسم ضد كوريا بالضبط، والمباراة إحنا السابقة ضيعناها يعني قبلهم يا بالضبط هي لعبة الكارثة، هي لعبة هن ثلاث مباريات إحنا كنا بانين آمال عليهم. إحنا ما كنا بانين آمال على لعبة إيران وكوريا، كنا بانين آمال على لعبة الإمارات اللي أسوأ منتخب مر بتاريخ الإمارات هو هذا، ونفس الشيء بالنسبة لسوريا أسوأ منتخب مر على سوريا. جوز بس لبنان مفاجأة المجموعة ممكن، لكن ممكن يعني أنا هسه حسب رأيي ممكن لا سامح الله إذا خسرنا بالمباراة الجاية ممكن صاحب البطاقة الثالثة يكون منتخب لبنان. لا سامح الله يعني مثل لبنان، لو قصدك سامح الله علينا إحنا. لا 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 سامح الله إحنا إن شاء الله يعني ما نخسر إذا الله سهل إن شاء الله، إذا فزنا ممكن أنه نكون إحنا أصحاب البطاقة زين الثالثة. كابتن عامر أرحب بك مرة ثانية، يعني الملامة على اللاعب أم الملامة على المدرب؟ مرة نشوف القصة تتعلق بالمدرب وبعدين نشوف القصص تتعلق باللاعبين، يعني لاعب يضيع فرصة، التهاون، أيمن يعني انفعل من زعفانية انحرم، أمير ما عرف السوى، يعني بدون أمثلة، لكن شو أقول كمثال القصة وين؟ هسه أكو تباين بالآراء. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف النتائج الإيجابية والسلبية هي منظومة كاملة، منظومة إدارية ومنظومة فنية، تخص كاتحاد إدارة منتخب، تخص كادر تدريبي وتخص لاعبين. دائما نشوف احنا اكيد التخبطات اللي صارت بداية من انه مثل كابتن حيدر عرج على نقطة كثير مهمة، وهي انه اللاعبين اللي استدعوا في الفترة الأخيرة المفروض هذول كانوا يكونون موجودين من البداية. من بداية المعسكر، هل كان تعمد في تغيب هؤلاء اللاعبين من المنتخب؟ هنا السؤال. هذا أولا. ثانيا تعرف أنت النتائج السلبية تولد ضغوطات على اللاعبين. لاعبين يعني الأغلبية وأنا سبق وإن قلتها ما يتحملون الضغط الجماهيري، الضغط الإعلامي يأثر عليهم بصورة كبيرة خاصة بالنتائج السلبية. الشغلة الثانية موضوع المدرب. المدرب أصلا هو طبيعي جديد على المنتخب، هنا يحتاج إلى فترة طويلة التعرف على اللاعبين. هذه الفترة أنا كنت أتمناها مو بتصفيات كأس العالم، تصفيات كأس العالم ليس للتجربة، لأنه أنت هذه بطولة على مستوى عالي، بطولة كبيرة، مو حق التجارب، لأنه أنت لو النقاط اللي راحت من عندك صعب أن تعوفها، خاصة إحنا من البداية كنا قايلين أنه إيران وكوريا ممكن تأخذ من عندهم نقطة هي مكسب، لأنهم مستواهم أعلى من عندنا شئنا أم أبينا. إحنا كنا نعول على مباريات سوريا ولبنان والإمارات، ما قدرنا نحصد هذه. فهل أنا سؤالي، هل إحنا مؤهلين نذهب لكأس العالم إذا إحنا على هذول المنتخبات ما قدرنا نفوز؟ خلينا نكون واقعيين، إحنا دائما مرات نشوف أشياء هي يعني مو واقعية، مو صحيحة. يعني إحنا الآن منتخبنا بصراحة بهذه التشكيلة اللي صارت بعدنا في حقل تجارب، بعدنا في حالة عدم الانسجام، أكيد تضيع فرص، أكيد يكون عدم الانسجام بين اللاعبين. بالبداية حكينا هاي اللاعبين وين لعبوا؟ نتائج كرة القدم هي منظومة إدارية فنية، لاعبين، إعلام، دولة، نوصل للدولة إلى رئيس جمهورية ورئيس وزراء. هل كانت هناك مشكلة أولا إدارية بقرار اتحاد تغيير كاتانيتش، أم أيضا مشكلة إدارية أضيفت إلها موضوع اللاعبين وعدم استدعائهم واستدعائهم، تغيير بعض الطواقم الإدارية، هاي إلها تبعات إلها تأثيرات؟ استطاها البداية. أنا واحد من الناس اللي كنت أول ما تم التعاقد مع كاتانيتش أنا كنت ضد موضوع كاتانيتش، لأنه بصراحة مو هو المدرب اللي نعول عليه، ولكن يمكن في فترات ممكن نجح المنتخب مع كاتانيتش، بس توقيت تغيير كاتانيتش أعتقد كان غير موفق. جلب أدفوكات اسم كبير، بس ما معناها أنه أنت اسم كبير ممكن ينجح معك مع المنتخب مع البيئة اللي أنت عايش بيها. والطامة الكبرى هي عدم حضوره إلى العراق ويكون قربه من اللاعبين. المعلومة من توصل من شخص ثاني مو مثل ما أنت تشوفه بعينك. هذه خيارات مدرب، هذه رؤية فنية، هذا مثل ما تقول قناعة. القناعة مو استطاعها يجي يقنعني بشخص أنا ما شايفه، صعب. بينما أنا أشوف اللاعب، أحضر مباريات، قناعتي راح تكون أسهل. لاعبين المغتربين، ليش ما إحنا من البداية طلبنا من المدرب إنه يستدعيهم معسكر إسبانيا ومعسكر تركيا، وبعدين يكون توليفة كاملة من المغتربين واللاعبين المحترفين والمحليين،
وبالتالي نطلع بتشكيله مناسبه، نلعب مباريات تجريبيه على مستوى يكون انسجام بين اللاعبين، ندخل فيها يعني التصفيات. يعني هو في فتره ما ادخل التصفيات. طيب كابتن مهدي، هو في فتره حتى بالبدايه ويكوريا العماري امير كان اساسي، تمام، شيركو كان اساسي، محمد قاسم، يجي المباراه الثانيه هم الرجل يغير، يا اما يغير من مركز اللاعب، يغير من واجبات، بعدين امير راح اختفى، طلعنا بلعبه الامارات سوى الهدف، صنع هدف ثاني، يعني هو ايضا شاف اللاعبين ورجع اتخذ قرارات ثانيه. هو بصراحه يعني مال امير وشيركو يعني ورا المباراه كلها العالم قال الشيركو مدافع يمين جيد، عكس احنا يمكن كفنيين يمكن اخر 10 دقائق بالمباراه الاولى مع كوريا يمكن هدفين من جهه اليمين من شيركو، لان هذا مو 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 هذا مركزه. وبعدين المباراة الثانية العماري يعني كان من أفضل، وقلنا يعني ولادة لاعب خط وسط جديد للمنتخب العراقي، يعني هي هاي الأمور هواي يعني ملاحظات. لا يعني كابتن عامر قال نعم هو لازم يشوف، ما هو شاف اللاعب شافي وغير يعني قرارات، يعني هاي إله، يعني أنا دا أسأل إله، يعني عالم يستشير عالم، بس هو المدرب. شوف أنا ليش أول نقطة تكلمت بها وجوده، يعني وجود المدرب وحدات تدريبية أكثر حتى يشوف بالتالي المباراة. بعدين سوى يعني شغلات يعني إحنا كفنيين ما صايرة عندنا، مثل كابتن أحمد فاضل يمكن من اللاعبين الجيدين، إحنا كنا دائما في السابق نطالب به بالمنتخب، يعني اجى يومين الثالث أساسي، ماكو، هاي ما تصير بالمنتخبات. يعني قبل يعني المنتخب الجيد اللاعب يلعب بالدوري يقدم مستوى 10 لعبات 12 لعبه يلا بعدين تختار للمنتخب، يعني فقراراته دائما احنا كفنيين تمام. يعني نعم مثلا يعني احمد بالمباريات ما ادى الاداء المنتظر من عنده مع المنتخب، اي لا ما كان يعني كان مستوى الان احمد راجع من اصابه ترى، لاعب جيد ولاعب لعبة السوداء نعم ما كملها، ما كمل لان كان مصاب بنادي الزوراء اخر مباراه. هسه احس فيكم نعم كابتن حيدر تدافعون نعم عن اللاعبين والملامه كلها استاذ طه، اذا تسمح لي، قرار الاول خطا، الوقت غير مناسب يعني مجيء المدرب الهولندي، هاي النقطه الرئيسيه، وعدم حضور النقطه الثانيه. والله انتم المدربين تحيرون كابتن حيدر، تحيرون يعني هسه كتنش هو مو المدرب المناسب للمنتخب، راحوا جابوا ادفوكات، انت قلت نقطة مهمة، كنت تتوقع من عنده اختصار الزمن، ما انتظر من عنده انا 6 أشهر حتى ينسجم مع لو يشوف اللاعبين، يكون هو مدرب خلال اسبوعين 3 أسابيع شهر يعطيك افضل تشكيلة ممكنة يعني. فالقصة اليوم انتم جاي تخلوها براس المدرب. ما اللاعبين ايضا بعض اللاعبين مستوياتهم غير جيدة، وهذا دوريك منين يجيب يعني؟ لا شوف استاذ طه، هي ترى هواي تساؤلات يعني تطرح بالفتره الاخيره، ليش يعني تم الاستغناء عن كتانيتش؟ ليش تم استقطاب مدرب؟ ليش ما يعني حاولنا نستعين باللاعبين المحترفين كليتهم بالمعسكر الاول؟ هاي التساؤلات قاعد تطرح يعني وتناقش من قبل المختصين، من قبل اعضاء الاتحاد، لكن احنا بالعكس، احنا هسه جوزاني وكابتن مهدي وكابتن عامر عبد الوهاب يجوز احنا سبب من اسباب تدهور بعض اللاعبين اللي كانوا ممكن يعني يدربون عندنا في بعض الانديه. خلينا نكون واقعيين، احنا ترى المسؤوليه هسه لا يطلع واحد من المدربين الموجودين بالدوري العراقي ويقول الدوري ضعيف، اذا كان الدوري ضعيف فهو بسببنا الدوري ضعيف، خلينا نكون واقعيين، هو بسبب المؤسسات الرياضيه، فاذا يصير فشل احنا المفروض كليتنا نتحمله بسبب المدرب. المدرب ليش سبب الموضوع هذا؟ ليش يتحمل المسؤوليه؟ يتحمل المسؤوليه طبعا لان بعض المدربين اللي عاملين عندنا بالدوري كابتن طه، خلينا نكون واقعيين، احنا ترى يعني احنا ولد هذا الوسط، بعض من عندهم يعني ماشي لفت على طريقه معينه انه لا تلعب باص، وحاول انه تسوي مشاكل، وحاول انه توقع، والمباراه كلي تلقى قمه المباراه اللي هي زوراء وجويه اللعب الحقيقي بها ما بي 40 دقيقه. هذا مو هذا وضعنا بالدوري العراقي كابتن طه، فشو تريد انه يعني يلعب لك 40 دقيقه بالدوري، يجي بالمباراه ضد كوريا يؤدي لك 90 دقيقه؟ من المستحيل اصلا. ولذلك تشوف اغلب لاعبين الموجودين بما فيهم المحترفين، حتى من كانوا هم محترفين في قمه احترافهم، لما يجون للمنتخب ما يضيفون اضافه مثل لاعبي المنتخب كوريا ومثل لاعبي المنتخب الايراني. ولذلك تشوف الان المنتخب الايراني 15 لاعب يلعبون في اوروبا، ما راح يدوخ المدرب انه بامكانيتهم البدنيه، بامكانيتهم الذهنيه، بامكانيتهم الفنيه. يعني هو لعبه سوريا شد عضلي اصابه، شفت اللي ايش كم لاعب بالضبط اي هاي استطاعها، منين تجي هاي؟ هاي تجي من دوره ضعيف، وقلت لك كنا نتحمل المسؤوليه هذه. فالمفروض من عندنا احنا
لما تصير في الحادثة معينة ما حاول احنا بهاي الفترة، وانا يمكن طلعت أكثر من لقابة، احنا الآن مو في مرحلة انه نطور، احنا في مرحلة انه نوقف هذا الانهيار اللي قاعد يصير بالكرة العراقية. هسه البعض من عندنا شو يعني شلون نوقف الانهيار حتى شلون نوقف الانهيار؟ نوقف احنا هسه مؤسساتنا الرياضية تعبانة، دورينا ضعيف، مو مدربينا ما عندنا صناعة مدرب بالعراق استاذ طه، خلينا نكون واقعيين، لا عندنا صناعة مدرب ولا عندنا صناعة إداري ولا عندنا صناعة حكم، مو احنا خلينا نكون واقعيين، شو وقت نحاول انه نصحح هذا المسار حتى بعد ذلك ينطي نتائج إيجابية. وهذا كابتن عامر يعني ربما واحدة من مو واحدة والله، هي المشكلة الرئيسية الأساس. الأساس هو تكلم كابتن حيدر عن المنشأة الرياضية، عن الإدارة، عن المدرب، بعدين تصنع لك منتخب جيد. بس بالمقابل يا كابتن عامر أكو دول مستقرة أكثر، وضعها المالي أفضل، مع ذلك أحيانا توقع بهاي مشاكل وما عتها. يعني هسه عندك الصين مثلا ما تقدر تنتج منتخب، هسه إماراتي هاي مو شرط، لكن واحدة من الأسباب اللي ممكن توصلك. شوف، هي مثل ما قلت البيئة والمواهب اللي موجودة بالبلد. يعني أنت صح، الصين مليار وما شاء الله عليهم، يعني بلد كبير، بس ممكن الشعب ما متجه لكرة القدم. يعني أنت ما تقدر تجزم أنه أنا أقدر أطلع لاعبين على مستوى دوري على مستوى، وبالتالي أنت تعرف شيء مكمل الشيء. إحنا بالعراق ما شاء الله عندنا عشق لكرة القدم، المواهب موجودة، ولكن هاي المواهب كيف أنت تصقلها، كيف تخليها انه توصل للمنتخب الوطني بالتدرج الصحيح بالمدربين على مستوى عالي اللي تبدي اصلا من الفئات العمريه. احنا مشكلتنا مثلا بالفئات العمريه ماخذين نظره انه بالفئات العمريه اي مدرب اجيبه يشتغل مع الفئات العمريه، بينما الدول المتقدمه افضل المدربين يكونوا موجودين. وانت ما شاء الله سيد العارفين تعرف موضوع الاكاديميات وشلون يدرجون، ورحت الخارج وشفت من هم افضل المدربين الموجودين، ما يقول الفئات العمريه كلهم مدربين على مستوى، اسماء كبيره، لأن هو الأساس الصح. بعدين تجي أنت الدوري اللي عندك، المنشآت اللي عندك. أضرب لك مثال، هسا إحنا الكباتن حكوا على موضوع المنتخب الإيراني وعنده محترفين. أنت إذا هسا تجي مثلا على منتخبنا، شوف اللاعبين قسمهم المحلي والمحترف والمغترب، انطيني دقائق المباريات اللي لاعبها، أكيد يكون عدد قليل من الدقائق، فهذا جاي يأثر حتى على رذم المباريات لما يلعبها. دورينا إحنا رذم جدا بطيء، لما يلعب برذم عالي يكون عنده صعوبة، تشوف جاي يصير شد، جاي يصير إصابات. نروح مثلا أضرب لك مثال على المنتخب السعودي للمعلومة، أسألك سؤال، المنتخب السعودي كم لاعب محترف عنده بالخارج؟ ما عثم واحد من ولا لاعب، ولا لاعب، ولا لاعب، ولا لاعب. بس شلون منتخبهم، شلون مستوى دوري؟ مستوى عالي طبعا طبعا، دوري دوري ممتاز، دوري ممتاز، تخطيط صح من سنين، خططوا انه يحاولون يوصلون الى درجه من الجهوزيه يقارعون الفرق الكبيره. انا شاهدت مباراه السعوديه واستراليا، وشاهدت مباراه الامارات وكوريا والعراق وسوريا، اقسم بالله العظيم يعني مرات تقول انا حرام اقضي وقتي اشوف هاي المباريات. السعوديه والاستراليا كانه مباراه كاس عالم، صح، كره سريعه ورذم عالي واحتكاكات وتكتيك على ومهارات، ومطر الملعب 90 دقيقة المباراة كلها مطر. طايح احنا جماعتنا كساعة واحد، طايح وكساعة واحد من الزهلق وكساعة ما اعرف شو وكساعة واحد صاير عنده شد. فهنا هذا الفرق استاذ طه، التخطيط الصح يعني هسه احنا والمواهب اللي موجودة، يعني معناها كابتن مهدي معناها هسه احنا ايش نسوي؟ نرضى بالامر الواقع هذا؟ اذا خب ما ملوم ادفوكات، يعني هاي اللقطة من قاعد وحاط ايده على خده، المفروض ملوم هذا اللي موجود اخوي، هذا الموجود ادفوكات، ذول احسن لاعبين عندنا، ذول يلعبون جوية وزورة، ذول يلعبون بالسويد، ذول الله وكيلك. لازم يا احنا المدرب لازم من خبرته، لازم صارت، انت قلت لي كلام يعني قلت خمس مباريات هسه القراءه واضحه صارت يعني للمدرب. نتامل يعني يصير بصمته واضحه، لحد الان بصمه المدرب ما واضحه عندنا يعني بالمباراه، لان المدرب كل مباراه تشكيله، كل مباراه اسلوب. مباراه سوريا اللي احنا كنا نعول عليها الفوز، لعبنا باسلوب دفاعي بحت 100%، ثلاث ارتكاز وثلاث وخمس مدافعين. يعني هاي الفروقات اللي تكلم بها حيدر يعني بالبدايه، يعني لازم المدرب صاحب خبره كبيره يختصر الوقت. يعني احنا اسلوبنا دائما كل مباراه نبدا باسلوب مغاير. يعني الان احنا محتاجين، كنا مع سوريا واسهل اسوي كوريا نلعب مفتوح، من الخطا نلعب مفتوح. انا اقول لك مع كوريا عكس ما
المباراة الأولى اللي شاهدناها، أنا شاهدت المباراة مع الإمارات، يمكن فرصة ما اجت للفريق الإماراتي، فريق كوريا يعني على مستوى ضيعوا بالقام بالعمود كوريا يعني اي يعني مستوى عالي. فالآن هنا حنكة المدرب، يعني احنا مدرب على مستوى عالي ومبلغ المادي وخبرته، هنا يبدي اسلوبه يعني اضافة، لازم يصير عنده تدخلات فنية بهذه المباراة، لان كوريا من الفرق مو سهلة، ومباراتنا انا اقول لك كل الصعبة يعني اذا ما ندرسها اذا ما نقسم اجزاء المباراة. انا بس عفوا كابتن حيدر، انا بس لو نرجع لأدفوكات وتحليله، هل أدفوكات من المدربين الانهزاميين قبل مباراة سوريا بمؤتمر صحفي قال أنا على استعداد لأي قرار وممكن تحت العراق يطلعني وأتنازل عن مستحقاتي معروف عن شرط الجزائي وأروح، وبعدين مرة مباراة سوريا طلع تصريح أو كلام من الإعلام واضح واللقطات واضحة بأن عدنان درجال قال أنا متمسك بأدفوكات يعني بعد لعبة سوريا الرجال وراء حطت إيده على خده وزاد يبطل يروح الهولندا، هل هذا مدرب انهزامي؟ طيب اذا كان أنا المدرب اللي يقودني، اذا كان القائد انهزامي، انا اللاعب شنو وضعي؟ شوف استاذ طه، الصوره اللي قاعد بهم يعني المدرب بهاي الطريقه هي اولا تنطي صوره داخل المباريات للاعبين بان انه انا فريق بعد ما يؤدي افضل من هذا الاداء. هاي وحده. الشيء الثاني هو اكيد يسمع، خلينا نكون واقعيين، هو اكيد يسمع من بعض الاطراف يوصل لفت خبر بصوره غير مباشره انه اكو موجود بالجو العراقي انه في حاله انه خسارتك مع منتخب كوريا ممكن انه يتم الاستغناء عنك باعتبار العراق يكون خارج الحسابات. نعم. هو اكيد توصل له مثل هاي الاخبار، ولذلك ممكن قسم من المدربين يحاول انه يبرر قبل انه تصير. لو كان عصبي هسه الشباب مطلعين لقطات الادفوكات لعبه سوريا كان وضعه يعني فد مرة. بالضبط، ممكن بعض المدربين هسه حتى في دورينا، يمكن تتذكر الكابتن احمد خلف بعد مباراة قال انا راح يعني اعوف الفريق بعد مباراة الشرطة، صح؟ مو صح. احمد خلف استند على اي واقع؟ استند على ارضية انه اكو كلام بالنادي انه اذا خسرت بهاي اللعبة تطلع. بالضبط، هو هذا اللي صار الان. المدرب نفس الاخبار اللي واصله ممكن يعني في وقت احمد خلف هي نفسها واصله. لا هو بدون ما توصل الاخبار انا وانت والمشاهدين بعد اذا خسرنا ويا كوريا بعد شو يريد يسوي يعني؟ بالضبط، هو بعد ما كحل اي. بس هو السؤال، احنا جايين ادفوكات عمود بس يصعدنا في كاس العالم، يعني الاتحاد كان مقتنع بانه هذا المنتخب يصعد كاس العالم؟ لا، هو المفروض انه بمجرد استخدام مثل هيك مدرب انه زي. انا اوقع وياه عقد اقول لك للسنوات، مو طيب. انه انت تخسر في هذه التصفيات، تفوز تصعدني ما تصعدني انه انت باقي. هذا راح يولد اطمئنان للمدرب، ممكن انه ما ينجح بهذه التصفيات ممكن ينجح بال لا بس بس الجهة. بس اكو كلام اخر او خلينا نرجع للواقع البطولات. احنا ترى كاس العرب بعد الشهر الثالث تخلص التصفيات، بعدها ويا انتم بعدها ما عندنا شيء. كاس العالم شهر 11 ننتظر 23 امم اسيا. كابتن طه، نعم. بعض الفرق الان بعض المنتخبات لما ربما كاس الخليج تقام، لا يعني. بعض المنتخبات الان يعني في كل العالم تتوقف لما تكون ما عندها مشاركه. لا طبعا مو نعم، هو المفروض احنا اذا نريد نبني فريق احنا لازم ناسس لهذا الموضوع. طيب كابتن عامر، يعني هسه طلع كتنس جابوا أدفوكات، هسه ممكن أدفوكات مع إمارات كوريا؟ بالمناسبة هو عنده سوابق في الدوري الهولندي، يعني خلص داروتشا وراح بعد ما تقدر تلزمه، يعني إذا راح لهولندا يقول لك ما أدري شو تسوي، تروح تعتقله ما درب بعد يقدم استقالة، والله شو تسوي لهذا؟ هسه المشكلة المدرب انهزامي، وإحنا يعني إحنا خوب ما ننحمل، يعني صعب 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 إنه يجينا مدرب ونخسر ونخسر، فالوضع ما تعرف شنو هو المستقبل، راح نعود الى دوامه اخرى، وربما استخدام مدرب محلي، يعني ربما استطاع المدرب. انا حسب التصريحات اللي صارت بالبدايه انه المدرب لما اجى للعراق اجى على اساس انه طلبوا من عنده انه يصعد الفريق لكاس العالم، هو مدرب عالمي ومن تدفع له هاي المبالغ المفروض يعني اكو هدف، الهدف الرئيسي هو كاس العالم، لانه كنا بعدنا لا داخلين التصفيات ولا خاضين مباريات، وهو كمدرب عالمي المفروض يدرس البيئه اللي اجى اشتغل بيها، يعرف اللاعبين، يعرف طبيعه الاتحاد، طبيعه ملاعبنا، طبيعه دورينا. انا اشك انه المدرب، لان انا اشتغلت ويا مدربين اجانب،
المدرب الأجنبي يسوي مسح كامل على البيئة اللي راح يشتغل بيها قبل حتى ما يعطي موافقته، يشوف الأجواء تناسبه ولا ما تناسبه. يعني واحد من الأدفوكات ما معقولة مستعد يخسر اسمه، وهو هم على وشك كان الاعتزال على فكرة، يعني قبل لا يكلمونا جماعتنا كان على وشك، كان عنده يعني مدربين هولنديين بنادي العين، تفاجئوا بأدفوكات قالوا لي ترى هو رجل يعني خلص أموره طيبة وما شاء الله الحالة المادية ممتازة، وكان على وشك إنه كان يمكن حتى قاعد ما أعرف إسباني ما أعرف وين منتجع إنه خلص إنه يعتزل التدريب. جاء العرض من العراق، بس لازم يدرس الوضعية، يدرس إنه كيروش قبل رفض، كارلوس كيروش رفض. لو تقارن ليش رفض كيروش وهو يعرف العراق كله، لأنه ذكي 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 ذكي، ما يريد يخسر اسمه. راح المصر، ليش راح المصر؟ ليش وافق على مصر؟ لأنه مصر موجودة البيئة، اللاعبين، كل المستلزمات، النجاح موجودة. فتشوف اتجاه بهذا الاتجاه. احنا بالنسبة لنا هسه مثل ما قلت، احنا الدوامة المدرب، انا اتوقع اذا ما صعد كأس العالم المدرب بعد ما له داعي. يعني شوف حتى كمبالغ، انت نفس النتائج هذه، لو جبت مدرب محلي يقدر يسويها ولا ما يقدر يسويها؟ راح يصير يسوي نفس النتائج، يعني شو المشكله بها؟ ما سويت فد انجاز وانا صارف مبالغ كبيره، يمكن هاي المبالغ استفاد من عتب بنى تحتيه، استفاد من عتب تطوير، استفاد من عتب احصل شيء بالمستقبل بملاعب، شيء احسن ما ننطيها المدرب، ومدرب ما سوى لي شيء. مدرب الطامه الكبرى اللي هي حتى لو قال حيدر انه ممكن اكو مدربين يبقون سنتين ثلاثه، بقي سنتين وثلاثة وين قاعد بهولندا يجيك على اللعبات؟ شنو نفس الشيء صح. إذا أنا ما يجي شوف عندي دوري نفس الشيء، ما سوينا شيء جديد. أنا أريد واحد مثل ما مدربين اللي موجود. بس أزيدك من الشعر بيت، تعرف إحنا عندنا مدير فني إنجليزي بالاتحاد العراقي؟ أنا والله بس شفت صورته، بس لحد هسه ما شفت شنو شغله. أول بارحة لا مو شو وقت كنت بالجامعة، يوم الخميس الفات كان عنده اجتماع مع اعضاء اللجنه الفنيه بالاتحاد مع الاتحاد الاسيوي واعتقد او شيء. والله سيتي تذكرت شيء بشيء يذكر، تذكرت احنا عندنا مدير فني. والله طبعا هو السي في مال المدير الفني، يعني ما اعرف السي في، يعني رجل بسيط جدا، رجل مدرس تربيه رياضيه ويدرب اطفال، ويعني ما عنده اي شيء، بس عموما اكو مدير فني. بس ما اعرف هذا المدير الفني شنو سطاها. تعرف المدير الفني، تعرف المدير الفني شنو دوره بالاتحاد الفني؟ لازم اكبر من ادفوكات، الادفوكات يصير مدير فني. منظومه كامله، منظومه كامله، عمل الاتحاد، الاجنده، المسابقات، المنتخبات، كلها تعتمد على رؤيه المدير الفني. المدير الفني يقعد يناقش المدرب، يقعد يناقش مدربين المنتخبات، يقعد يسوي البرامج التدريبيه. للان هو المدرب المدير الفني قعد ويا ادفوكات قال له انت شنو جاي تسوي؟ ليش طريقة لعبك؟ ويا سوريا شكل، ويا الإمارات شكل، شو راح تلعب ويا كوريا؟ هذا النقاش موجود، لازم هو موجود. المدرب ما يشتغل هو المدير الفني موجود والمدرب ما موجود. طيب خلينا نحكي على هاي النقطة، بس خلينا ناخذ استطلاعات أجراها أحمد الحكيم حول نفس القصة مع الرياضيين ومع الجمهور. خلينا نتابع بعدين نرجع لكم. بصراحة احنا كل مباراة نتأمل نقول إن شاء الله المنتخب يقدم، إن شاء الله المنتخب يقدم، بس صراحة نفس الأداء. هاي اللعبة يعني كان شوط ثاني شوية اكو تحسن بالنسبة للمغتربين، يعني هم ضافوا شيء للفريق، بس كان المفروض قبل التصفيات فد 4-5 أشهر يجيبوهم للفريق، يعدوهم إعداد صحيح، ينسجمون ويا الفريق. يعني تقصد يتم استدعاء المغتربين من زمان؟ من زمان، لأن لاعبين بأوروبا أساسهم صحيح، متدرجين صحيح، فكان ضافوا للمنتخب وشفناهم احنا. يعني هم 4 لاعبين بس قدموا للفريق. ويا سوريا 80 دقيقة احنا الأحسن والأفضل، وهدف معاكس، يعني هدف ضربة حرة ونسرع اللعبة، كذلك ضيع بهاي اللعبة بشار وضيعوا الشباب. بالنسبة لي أنا أشوف المنتخب حلو لعبة وماشي بصورة صحيحة، بالإضافة للمغتربين، يعني ما شاء الله هذا علي حمادي والجعاز وغير هذول اللواعيب كلهم نتأمل بهم خير إن شاء الله. راضين على الأداء بغض النظر عن النتيجة؟ كلش ممتاز. المنتخب الكويتي منتخب صعب، ممكن إنه منتخبنا قادر إنه يتغلب عليه؟ قادر. شنو اللي ينقص منتخبنا؟ نعم؟ شنو اللي ينقص منتخبنا؟ ينقص هداف. هداف ماكو. علي الحمادي جيد؟ جيد ممتاز، بس يعني كهداف ماكو، هداف قليلة. يعني اتمنى انه من المدرب انه
يلعب انه مهاجم، لان ما عندنا شيء. احنا طبعا المركز الاول نسيناه، الثاني نسيناه، هسه محتاجين نلعب ملحق. هسه لعبنا كله على الملحق، فاحنا محتاجين فوز. هذا يعني ماكو منتخب، يعني هسه صار قد 4 لعبات. متأملين ممكن نتأهل؟ والله عاطفيا متأملين، بس بدنا نشوفه على الواقع. يعني وارجع واقول لك، سابقا ما اتمنى يصعد على لعبه فرنسا البارحه اللي شفناها. يعني ما اتمنى يصعد المنتخب لانه يصير ضحيه قدام المنتخبات الباقيه. نعم. اذا تابعنا هذه اللقاءات مع الجماهير كابتن مهدي. يعني كنا نتكلم عن ادفوكاته اللي هو انهزامي، وشيء بشيء اثر حكينا على مدير الفني اللي هو مشرف على المواهب ومشرف على الامور. ادفوكات هذا الانهزاميه اذا انعكست عند اللاعبين مشكله. اكيد استاذ طه، هو المدرب يعني خبرته كبيره، يعني حتى بالتصريحات يعني مقدما دا يتكلم بهاي الامور. فاكيد هاي من توصل للاعبين اكيد يصير احباط للاعبين. واحنا الان الجانب الفني يمكن احنا يعني مستوانا الفني متوسط، المفروض الجانب المعنوي، الجانب النفسي هاي نشتغل عليها. بس ترى بس نعم. هو المستوى عندنا هبوطه. نعم. بدا من البحرين، التصفيات هاي صارت بالبحرين، هم ايران وذولا جو. نعم. هونغ كونغ تذكرها لو. نعم ايه، كان مستوانا بائس جدا. بس هونغ كونغ اون جول يلا صار هدف. يعني ممكن فزنا على ايران، خسرنا مع فزنا على ايران بالاردن قبل كورونا، بس انا احكي لك. نعم من. نعم. البحرين وضعنا. نعم. كان بائس. لا استاذ طه، احنا عمرنا منتخب العراق ما مر بهيج مرحله، يعني هذا اسوء منتخب. اسوء منتخب اجى للعراق هذا، يعني النتائج والاداء. ترى بالتسعينيات هم يعني التسعينات. لا ايه بالعكس. لا بتسعيناتك فتره الحصار ورا ال 94. بس ويامن يعني احنا يعني تالي، يعني نقول تالي وقتنا مثلا مع احترامات سوريا ولبنان. يعني انا سؤال اسئله ترى بال 2000 تعادل. نعم. لبنان 2 كله هو ماسي عادي. استاذ طه، احنا لو رايحين مجموعه السعوديه استراليا الصين يعني شنو موقفنا عمان؟ شنو موقفنا؟ شنو ادائنا راح يصير؟ صعبة. مو صحيح؟ صعبة. فاحنا زي. احنا لازم نصلح. احنا هنا يعني مسؤولين، احنا بس نحكي. اي طبعا ما نعالج. احنا هسه شنو العلاج؟ هسه النقطة وين؟ نعم. نفس على نفس كلامك والله. نعم. كابتن حيدر، من سنة 1986، لا خلي أقول من سنة 89، من تعادنا ويا قطر وطلعنا من التصفيات كأس العالم بغداد 2-0، وإلى يومك هذا يومية كل تصفيات كأس العالم إحنا نقعد، تغيرت الوجوه، المقدمين تغيروا والضيوف، بس نفس القصة. ما يعني كأس العالم ما نخطط لها كبطولة ممكن نصعد لها، ما أعرف ليش، أو نعتمد على أشياء وما تتحقق. لا جيل الذهبي 2007، لا جيل 93 الذهبي، لا ما أعرف شنو، لا هذا الجيل. إحنا مشاكلنا ترى هاي موجودة، وخصوصا إحنا في مر يعني في قمة التصفيات، إحنا تبدأ عندنا المشاكل الإدارية، مشاكل المدربين، مشاكل اللاعبين. ولذلك هو مشروع الصعود لكأس العالم استاذ طه ترى مشروع دولة، مشروع حكومة. هذا خلينا نكون واقعيين. أنا لما أجي قبل شهر ونص احاول انه ادور على مدرب واجيبه للمنتخب الوطني، فهاي معناها كارثه. خلينا نكون واقعيين، احنا ليش ما يعني نحاول نتعلم من الدول المجاوره، الدول الاقليميه اللي تحيط بينا؟ السعوديه مو بعيدين علينا، وقطر مو بعيدين علينا، مو بالاضافه الى انه موضوع الاموال، احنا عندنا اموال، احنا مو بلد فقير حتى نفتقر لهي الامور. لكن احنا مشكلتنا احنا ما نريد نتعلم استاذ طه. احنا كل واحد من عندنا مسوي نفسه هو عالم. الان اي شخص بالشارع تلقاه يتحدث بالسياسه يحكي لك بالسياسه، تحدث بالرياضه يحكي لك بالرياضه، تحدث بعلم الاجتماع يتحدث لك باي موضوع. مو احنا مشكلتنا ما حد يعرف حجمه وين، حده وين. ولذلك تشوف الفضاء مفتوح كل يعني هسه اجى ادفوكات اجى وقال اريد مدربي المنتخبات الوطنيه، اريد احكي وياهم، اريد اعطيهم، يقبلون؟ لا انا اقول لك، قبل فيليب تروسيه لما يعني لزم منتخب اليابان وصعد به كأس العالم واخذه امام اسيا بال 2000 و2002، كان طريقه مال لعب المنتخب الياباني، كانت الانديه اللي موجوده باليابان كلها تلعب بنفس الطريقه، في سبيل انه اللاعب لما يلعب بالدوري يجي حافظ المهام مال المدرب اللي يكون بالمنتخب الوطني. الان خلي يجي المدرب الهولندي يقول لفريق درجه ثانيه العب بنفس الاسلوب اللي يلعب بالمنتخب، ايش تتوقع يقتنع المدرب؟ ما يقتنع. خلينا نكون واقعيين، احنا كل واحد من عندنا بما فيهم المتحدث ان نطلع بالاعلام ونتحدث وكذا، لكن على ارض الواقع لا، تشوف عندنا هواي نقص. يعني فاللي اتمناه يعني ان شاء الله
هسه ممكن هاي التصفيات ممكن نقول انه مرحله وتعدي، لكن غير نوصل الى مرحله انه نقدر نبني منتخب لا اخو بس هذا الاتحاد كابتن عامر، الاتحاد يقول احنا يعني بنأسس للتصفيات القادمه واللي بعدها، لكن نفس هذا الاتحاد هل فشل؟ ما أرد اخلي القرار برئيس رئيس الاتحاد، ولو هو يعني بصراحه تكون نعرف شخصيته هو قراره، يعني هل يتحمل المسؤوليه في استبدال كتنيتش وجلب ادفوكات، ام انه اراد ان يفعل خيرا لكنه فشل في ذلك؟ لا هو اكيد شوف يعني عدنان درجال معروف بالامانه، معروف الرجل بنزاهته، معروف بحبه للعراق، يعني اكيد من سوى هاي الخطوه كان يتوقعها خطوة إيجابية، بس أنا اللي أتوقع يمكن أخذ قرار ارتجالي بدون استشارة، لأنه لو بالاستشارة أتوقع أنه القرار ما يكون صحيح. تغيير المدرب بهذه الطريقة، إحنا ما نعرف خفايا الأمور، سمعنا أنه صار خلاف بينه وبين كاتانيج، بس هذا مو عذر أنه أنا غير مدرب. لما تجذب مدرب تعرف أنت ما تعلم الغيب، لازم عندك أسس، عندك مؤهلات أنه تستند عليها، تتوقع انه هذا المدرب راح ينجح، مو مجرد انا اغير المدرب لمجرد التغيير. وهذا اللي وقعنا به، احنا غيرنا بس التغيير ما نفع لحد الان، بينت انه هو الشيء ما نفع، بس كشخص عدنان درجال انا متاكد هو يحب يسوي شيء جديد، تنحسب له، تنحسب للاتحاد، الاخوان اللي موجودين هنا، احنا كاتحاد كامل يمكن هسه ما نقدر نحكم عليهم لانه توهم بادين فتره بسيطه، ولكن قرار عدنان درجال اكيد قرار تغيير المدرب تغيير كابتن عدنان. لا زين خلي استغل جاب اسم كبير طبعا هو على فكره، طيب خلي استغل الوقت. هل المدرسه الهولنديه يعني هسه هي الفكره صحيحه انه المدرسه الفلانيه ترهم مع الستايل المعين لمنتخب في بلد ما، وبالتالي هل المدرسه الهولنديه هي كانت الحل الافضل بتوقعاتهم باعتقادهم، ام البقاء على رتم المدرسه الاوروبا الشرقيه؟ استاذ طه انا اشك انه لما نتعاقد مع مدرب نروح من المدارس هاي توالمنا ولا ما توالمنا، اتوقع ما اتوقع هذا الشيء، لانه انت اذا تاخذ على المدارس طبعا الفرق كلها تبني على المنظومه اللي عندك ونوعيه اللاعبين اللي عندك حتى تبني انت عليها اساس المدرسه اللي راح تجذب بها اللاعبين. اكيد المدرسه احنا يعني لاعبين على مدرسه ما اسمعك لاعبين يا مدرسه ترهم لهم، احنا شوف لاعبين المدرسه البرازيليه على فكره اللي بيها المهاره وبيها القوه، وممكن المدرسه الهولنديه اللي هي الكره الشامله الضغط العالي، بس انت هذه طيب. شوف كل المدارس هسه اذا تريد تشتغل عليها لازم فتره طويله حتى انت لاعبين طيب. يهضمون يعني 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 باختصار كابتن مهدي، تجربه ادفوكات بجمله او بسؤال، فاشله ام ناجحه؟ فشلت ولازم نصحح ونبني من جديد احنا. كابتن حيدر، هي كل تجربه تتعلم من عندها انت زين، لكن احنا لحد الان ما شايفين نجاح. ما شايفين اي نجاح من التجربه. اها اذا ادفوكات بالنتيجه فشل الى الان، يعني نتائجه بالنتيجه اي بالضبط كابتن، انت حسب الواقع اللي موجود انه انت من 5 مباريات الى 6 مباريات انت ما محقق فوز 4 نقاط وعندك عندك 3 اهداف، 2 على الامارات و1 ركله جزاء على سوريا، والمباراة اللي لعبتها ويا 3 منتخبات كانت ممكن يتغلب عليها، اي مدرب عراقي ممكن يقدر يتغلب. طيب كابتن عامر، تتفق بانه فشل ادفوكات لحد الان؟ يعني ما تقدر تقول عليه نجح، شنو النتائج؟ هو 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 السبب على لبنان ولا على سوريا؟ هو السبب ام تتعلق ايضا بقيمه الكواليتي اللاعبين؟ طبعا الادوات، مدرب ادوات، احسن مدرب بالعالم اذا ما تكون عنده ادوات جيده مستحيل يجيب لك نتائج. كابتن عمر عبد الوهاب شكرا جزيلا لك، شكرا كابتن مهدي، اشكرك، شكرا كابتن حيدر، ممتن جدا على هذا الحوار المفيد والذي طرح به امور عديده. لكم مشاهدينا نشكر التقدير، يوم غير صوت الملاعب ساعة 10، الى اللقاء.